أهلا بكم وأمسية طيبة في جديد. رحيل محرز عن مانشستر سيتي. جاء الصحفي المشهور فابريزيو رومانو بمعلومات جديدة، حيث نشر منشرا باللغة الإنجليزية في تويتر، حيث قال: Understand الأهلي have submitted an official contract to رياض محرز. Negotiations are underway on player side. It had are not in the race now. It's أهلي on it. مانشستر سيتي would require a fee to let محرز leave. Talks expected to continue soon. عرض رسمي من نادي الأهلي إلى رياض محرز. الاتحاد لم يدخل السباق بعد، ولكن مانشستر سيتي يريد التشاور مع محرز لإتمام هذه الصفقة. هذا ما قاله فابريزيو رومانو. إذن هل رياض محرز سينتقل إلى الأهلي السعودي أم إنه سيبقى مع مانشستر سيتي؟ لا تنسوا لايك وتعليق وشكراً.